بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه وزوجاته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، ها نحن قد عشنا في ظلال الأخوة الإسلامية على مائدة العلم وعلى مائدة العلم الذي أتاح لنا أن نعرف بعض صفات النفس البشرية، والذي أتاح لنا أن نتدبر في علاقاتنا بخالقنا ورازقنا ومولانا سبحانه وتعالى. والمعرفة، معرفة النفس، معرفة خصائصها، معرفة استعداداتها، معرفة أحوالها. والنفس توصف بأنها تقبل الخير فتسعد وتفلح، وتتأثر بالشر فتشقى وتخسر. قد ونفس وما سواها. في القرآن الكريم عندما يقسم الله جل جلاله بخلق من مخلوقاته، ينتبه المسلم، لأن الله جل جلاله كلما أقسم بخلق من خلقه دل ذلك على أن المسألة مهمة، فينتبه الإنسان. ومن هذه الأقسام، أو من مفردات هذه الأقسام، النفس. ونفس وما سواها، شيء عجيب هذه النفس، فألهمها فجورها وتقواها. وقلت لكم إن النفس كالتربة، واستعدادها يجعلها إذا تلقت بذورا طيبة أنبتت نباتا حسنا، وإذا تلقت بذورا خبيثة ساءت. ما هي هذه البذور؟ الفلاح إذا أراد أن يحصد رز زرع بذور الرز، قمح، وهكذا. والمثل العربي يقول: من يزرع الشوك لا يحصد إلا شوكة. هذه كل الناس تعرف، العرب وغير العرب، إذا زرع الزارع شوكا يحصد شوكا، وإذا زرع وردا يحصد وردا. إذن نحن، الله تبارك وتعالى استرعانا الرعاية، استرعانا، استحفظنا هذه النفس
التي أعطاها لنا أنتم مسؤولون عنها، لا تقول كذا وكذا. ونفس وما سواها، من الذي سواها؟ الله جل جلاله. فألهمها فجورها وتقواها، من الذي ألهمها فجورها وتقواها؟ الله جل جلاله. وأنت ما دورك يا عبدي؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عجيب في القرآن الكريم مادة الفلاح وأفلح، كلما ذكر القرآن الكريم مادة أفلح، قد أفلح المؤمنون، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى أن يقول وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هل هناك علاقة بين مفهوم الفلاحة، فلاحة الأرض، أنت تفلح الأرض لتربح؟ الفلاح يتعب يختار التربة الصالحة، ينتظر موسم فلح الأرض وشقها، ينتظر موسم الزرع، إذا ما زرع يرعى الزرع حتى لا تأكله الديدان والهوام. إذن الفلاح دائما منتبه ويقوم مبكر. نفسنا بلد، إذا أردنا، كان هذا البلد طيبا، إن أردنا والعياذ بالله يكون خبيث. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج في قراءة ورش إلا نكدا. إذن الرعاية أنت أيها المسلم مطلوب منك أن تهتم بنفسك. ما معنى الرعاية؟ الرعاية تذكرنا بالراعي. هل الراعي يذهب بأغنامه إلى المرعى ويتركها ليأكلها الذئب؟ هذا ليس راعيا أمينا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما أعز شيء عند الإنسان؟ نفسه. إذا ربح الإنسان الدنيا كلها وخسر نفسه فقد خسر كل شيء. لما؟ لأن نفسك هي رأس مالك، والعاقل عندما يكون عنده رأس مال ينميه حتى يربح، فإذا ضيع رأس المال ضيع كل شيء. لذلك كلمة الرعاية كما قلت لكم تذكرنا بأننا مدعوون للقيام بواجباتنا. الإسلام ثقافته بالدرجة الأولى ثقافة الواجب، ثقافة الواجب. وعندما كان أسلافنا الصالحون شاعرين بقيمة الواجب أدوا واجبهم في كل ميدان من ميادين الحياة، كانوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار، كانوا لا يفصلون بين الدنيا والآخرة. شوفوا، وعباد الرحمن الذي، من هم عباد الرحمن؟ أول صفة قال، ما قالش وعباد الرحمن سيأتي فيما بعد يبيتون في المساجد، لا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ما معنى يمشون على الأرض؟ المشي المعروف الحسي، ولكن أيضا السلوك. ليس في المسلم عنده طريقة خاصة بالمشي، ولقد وصفت لنا كتب السيرة كيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمشي، كيف كان الصحابة عليهم الرضوان يمشون. إذن إذا رأيت مجموعة من الناس في الطريق بسهولة تعرف المسلم من غير المسلم،
لكن ينبغي ألا نقف عند حدود المشي الحسي، نقول يمشي هكذا، لا، تمشي على الأرض. كلمة المشي، السير على الأرجل، ذات ظلال سلوكنا في الحياة. إذا رأى الناس سلوكنا أدركوا أننا من عباد الرحمن. يعني نشاطاتك يجب أن تثمر ثمرات الرحمة مع نفسك، مع أهلك، مع جيرانك، مع أقاربك، مع المسلمين، مع غير المسلمين، مع النباتات، مع الحيوانات، مع كل شيء، حتى يصبح المسلم جزءا منسجما مع الكون كله. والكون كله ما وظيفته؟ وظيفته تسبيح الله جل وعلا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كيف لا نفقه؟ هذه والنجم والشجر يسجدان. ايش معنى هذا؟ النجم الشجر يسجد، السماء الأرض القمر الليل النهار، ايش معنى؟ يعني الكائنات كلها لا تنحرف عما رسمه الله لها. الإنسان ممتحن، مختبر، مبتلى، يستطيع أن يكون عنصرا صالحا بتوفيق الله له وجهده، ويستطيع والعياذ بالله أن يكون عنصرا فاسدا. لذلك كانت إشراقة الإسلام رحمة من الله، وكان انطلاق المسلمين في مشارق الدنيا ومغاربها يبلغون دين الله كان رحمة. وصدق الله العظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلم كما أقول دائما مثل الشمس. هل الشمس تشرق على المسلمين فقط؟ تشرق على الخلق كلها. هل الشمس تدفئ صنفا من الناس دون صنف؟ لا، الشمس تعطي ضوءها ودفئها وحرارتها لكل الأحياء، ليس لبني آدم فقط. هكذا المسلم، هكذا المسلم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض، والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب، كل شيء. لما وصل للإنسان قال فيه صنفان، ما قالش والناس كلهم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس ما لهم؟ نعم، حق عليهم العذاب. ليش حق عليهم العذاب؟ لأنهم كانوا نشازا في سيمفونية الكون، كانوا نشازا في سيمفونية الكون. الكون كله كأنه ألحان تتناسق وتتعانق فتؤلف سيمفونية جميلة. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، الحديد القوة. لكن لما كان الصالحون من هذه الأمة يؤطرون، أي يضعون إطارا لنشاطاتهم، هذا الإطار هو تسبيح الله وعبادته والسجود له والخضوع، فكانت القوة في أيديهم رحمة، كانت القوة في أيديهم رحمة. والذي لا يعرف الله ولا يعبد الله يتفرعن بالقوة، مثل العالم المعاصر الآن، عنده القوة يريد أن يطحن الضعفاء. هذا فالمسلم الذي استرعاه الله عز وجل يجب أن يشعر بأنك
بأن قيمتك عند الله عظيمة، وهذا الشعور هو الذي يجعلنا نعتز بالله عز وجل، نعتز بديننا، نحب ديننا، لا نتأثر بما يقال وما والكلام الفارغ في انتقاد الإسلام، لا، يجب أن نستيقظ لأمر واحد، نراقب نفوسنا، إذا كانت أقوالنا غير سديدة قلنا لا، لأن الله يأمرنا بأن تكون أقوالنا جميلة، وقولوا للناس، ما قالش للمسلمين فقط، وقولوا للناس حسنا، صح ولا لا؟ هم يقولون لك سوءا، إذا كان واحد مجنون أنت تصير مجنون مثله؟ لو يجتمع الناس كلهم ويبصقون على الشمس هل يضرونها؟ إن بصاقهم سينزل على وجوههم، مفهوم هذا؟ هذا هو الإسلام. الإسلام كالذهب، كلما اشتد لهيب النار كلما ازداد بريقا وكلما ظهر مشرقا جذابا. الخوف علينا نحن إذا ابتعدنا عن الإسلام فلنستعد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. والمسلمون جربوا عندما كانوا يعملون الصالحات، يعملون الأحسن، جزاهم الله بالحسنى، للذين أحسنوا الحسنى جنة إن شاء الله وزيادة، نظروا إلى وجه الله الكريم ورضوان من الله أكبر. إذن معرفة النفس شيء مهم، كل شيء إذا كان نفيس وغالي وجميل الأشرار يريدون الحيلولة بينك وبينه، وهذه النفس تحدث بعض العوامل فتصير عدوا. ويفتن أحدنا، مصدر الفتنة اثنان، مصدر داخلي مباشر ومصدر خارجي غير مباشر. المصدر الداخلي المباشر النفس، والمصدر الخارجي المسبب هو الشيطان. وشوف الله جل جلاله جمع في آية واحدة مصدري الفتنة، قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا زيد، ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن من يغر؟ الدنيا والشيطان، الغرور هو الشيطان. الله جل جلاله نهانا عن أن نغتر بالدنيا، ونهانا عن أن نغتر بالشيطان. ما العلاقة؟ فيه مؤامرة، فيه اثنين يتآمران عليك أيها المؤمن، النفس والشيطان. من رحمة الله أنك تعرف المتآمرين. تصوروا عندما نجهل المتآمرين لا نحترز منهم، فلما بين الله لنا جل جلاله
المتآمرون علينا وهما النفس والشيطان فاحذر. إنش ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أعهد إليكم أن الشيطان لكم عدو مبين فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن أنت عرفت استعدادات نفسك وعرفت عراقيل الطريق، اهتم بتحصين البيت. إذا كان بيتك محصنا فإن هذا السارق الشيطان لا يستطيع أن يدخل. إذا كان البيت لا أبواب له ولا حراسة حوله فإن هذا اللئيم اللعين سيخترق البيت. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لأنك عندما تسير في الطريق السليم يتكاثر الأعداء حولك، وهناك علاقات وطيدة بين شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، دائما الزخرفة، والغافل يغتر بالزخرفة. التزويق، الإنسان يحذر حتى من بعيد قد لا يفرق الإنسان بين التمر والجمرة. إذا كانت الثمرة من التمر الأحمر من بعيد هي جمرة وقد يظنها الإنسان ثمرة، متى يشعر؟ إذا لمسها احترق، إذا وضعها في لسانه هلك. لذلك القرآن الكريم يستعمل كلمة معبرة، اجتنبوا، يعني إذا كان الشر هناك لا تقترب منه، اجتنبه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أعشف الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن الفلاح طريقه العمل الصالح، والفلاح طريقه ووسيلته اجتناب ما يأمر الشيطان به. الشيطان يعدكم الفقر في كل شيء. يجي واحد عنده مال والحياة تستوجب أن ينفق ماله، الشيطان لا يخوفه، لا 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 تعطي، لا تعطي الأولاد والأسرة، وإذا عنده قصر لازم قصرين، وإذا عنده كذا لازم هكذا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يموت ابن آدم ويذهب معه إلى القبر ثلاث: ماله وأهله وعمله. المال يصحبنا إلى القبر يرجع إلى الورثة، الأهل يصحبوننا إلى القبر ويرجعون، لا يدخل معنا إلى قبورنا إلا عملنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حديث القرآن عن الآخرة ليس دعوة لأن نترك الدنيا، لا، إذا ترك الصالحون الدنيا استعمرها المفسدون، وهذا تقصير من المسلمين. لما المسلم دائما يمد يده؟ الدنيا، الإسلام لا يكره الدنيا على الإطلاق، يكره الدنيا التي تنسيك الآخرة، يكره الدنيا التي تبعدك عن الله. أما الدنيا إذا ملكتها وتصرفت فيها وحكمتها واستخدمتها فيما يحب الله ويرضاه تصير الدنيا نعم المال الصالح للرجل الصالح،
وحدث سوء فهم من طرف المسلمين في بعض الظروف، فأصبحت الدنيا في أيدي غيرنا ونحن لا نملك شيئا، لا دنيا والآخرة، الآخرة تنال بدون عمل. لما خلق الله الدنيا؟ خلق الله الدنيا وجعلها دار عمل، وخلق الآخرة وجعلها دار جزاء. بعد ما يؤدي العامل عمله يلقى جزاءه، هذا اللي يجب أن نصحح تصوراتنا. الدنيا مزرعة للآخرة. المسلمون يجب أن، الذين يدرسون يجب أن يكونوا في المستوى الأعلى جدا واجتهادا واكتشافا. الطبيب المسلم يجب أن يكون أحسن الأطباء، المهندس، الطيار، كل شيء. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. لماذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف في الجهاد؟ عجيب. لذلك كان أحد الصحابة خرج شوية من الصف، فرسول الله كان عنده هكذا، عمل له هكذا، فقال له: يا رسول الله، أنت ضربتني لازم أقتص منك. قال له: كيف؟ قال له: ضربتني هنا، هات لي ظهرك الشريف. رضي الله عنه. فكشف عليه الصلاة والسلام فقبل موضع خاتم النبوة. شوف يا إخوان، الله الله الله، شوف يا أخي، شفتوا؟ هذه علاقة المؤمن المحب لله ولرسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما هي آية الامتحان؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكان الصحابة عليهم الرضوان يقولون له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذا عندما يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى نسعد، قلوبنا تنشرح، ألسنتنا تترطب بالخير، جوارحنا تنطلق في التعمير، تعمير الدنيا بالحق، بالخير، بالجمال، بالرحمة، بالحنان، بالتآلف، بالتعاون، بنشر دين الله، وهكذا. هذا كل بفضل رعايتنا للنفس. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عندما يوفقنا الله جل جلاله قد نعمل بعض الأعمال. النفس والشيطان يسولان لنا: أنت رجل طيب، أنت امرأة صالحة، كيف؟ فإذا تركنا هذه الخواطر تستقر بقلوبنا وقعنا في هوية العجب. إنسان تعجبه نفسه، مش معنى تعجبه نفسه، يستعظم ما فعل من الخير. كيف نقاوم هذه الخواطر؟ نقاوم هذه الخواطر أولا: مضر العجب. إذا أعجب أحدنا بنفسه بعمله، هذا الإعجاب يكون حجابا يحول بينه وبين رؤية ذنوبه. هو يذنب ولكن لا يشعر بذنوبه، وعندما لا نشعر بذنوبنا فإننا لا نتوب، والذي لا يتوب هالك. إذن العجب، واحد تعجب نفسه، واحد يعرف كلمتين خلاص يقول: أنا أعلم العلماء.
واحد يعطي درهمين يقول خلاص أنا أكرم الأكارم. فطيب أنت عندك علم، من علمك؟ أنت عندك مال، من رزقك؟ أنت عندك صحة، من أعطاك هذه الصحة؟ أنت فلان ابن فلان ابن فلان، جاء الإسلام وألغى هذه الأباطيل كلها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أعظم رابط هو رابط الأخوة في الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. من نحن؟ خير الله إلينا من السماء نازل، وشر العباد إلى السماء إلى الله صاعد. ألا يخجل الإنسان؟ لما لا نسير في الاتجاه الذي نحقق فيه هذا الخير؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. العجب إذن يحرمنا رؤية الذنب، وعدم رؤيتنا لذنوبنا تحرمنا بركة التوبة. الإعجاب يحول بيننا وبين ملاحظة تقصيرنا. يا إخواني نحن مسلمين، كل واحد فينا يسأل نفسه يقول أنا اليوم كم خيرا قدمته للإسلام. كل الناس تجري، يعني تجري على عيالك ترتزق، هذا شيء طبيعي، يعني الحشرات تصنع ذلك. لكن المسلم يقول أنا مسلم، هل رأى الخلق التائهون من خلال عظمة الإسلام؟ وإلا نحن ما دورنا؟ يعني نأكل ونشرب، كل الناس تأكل وتشرب، حتى القطط تأكل وتشرب. لا، المسلم يعني سعادته في أن يتنور وينور، في أن يعرج في معارج الكمال وينطلق في ميدان التكميل، تكميل عباد الله بدعوتهم بلسان طيب وابتسامة عذبة ونظرة حلوة يدعوهم إلى الله عز وجل. إذن احذر أن تفرح بالأعمال الصالحة فرحا يجعلك تعتبرها صادرة منك. واحد يعمل الخير باش تفرح؟ افرح بالذي وفقك للعمل الصالح، فالعمل الصالح نعمة أنعم الله تبارك وتعالى عليك بها. لا تفرح لأنك أنت اللي عملت، أنت لا تستطيع شيئا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تفرح لأن الله تفضل عليك، تفرح لأن الله رحمك، تفرح لأن الله وفقك، تفرح لأن الله ألهمك إلى قراءة القرآن، تفرح لأن الله ألهمك إلى حفظ ووعي والعمل بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرح لأنك عملت خيرا، لأنك أبعدت شرا، تفرح وكل الخير صادر من الله عز وجل، تفرح لأن الله جعلك سببا. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الخامس الخليفة الراشد، كان الناس يقولون له جزاك الله يا أمير المؤمنين عن الإسلام، جزاك الله عن الإسلام خيرا، فكان لتواضعه ولأدبه ولعظمته يقول لا تقولوا جزاك الله عن الإسلام خيرا، قولوا جزى الله الإسلام عنا خير. الإسلام، نحن بدون إسلام ماذا نساوي؟ والله لا شيء، صفر صفر.
بالإسلام نحن والحمد لله، بدون إسلام لا شيء. إننا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغيره بغير الإسلام أذلنا الله. إذن لا تفرح بنسبة الأعمال الصالحة إليك، افرح بنسبتها إلى صاحبها، إلى ولي النعمة، إلى الله جل جلاله. هذا الفرح محمود. أما الفرح تعقرون، واش قال قارون؟ لا، قال قارون إنما عندي بفضل ذكائي، بفضل قدرتي الذهنية، بفضل علمي، إنما أوتيته على علم عندي. وبعد فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه. هذا كل إخواني وجودنا وما يرقي وجودنا محض عطاء، والله جل جلاله لا ينتظر منا إلا أن نكون من الشاكرين. والشكر كما قلنا حال قلبية، قلبك يمتلئ بهذه الحقيقة، حقيقة أن المنعم هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الشكر باللسان أن تتحدث بالنعمة. الشكر لا يكفي الشكر بالقلب، إذا كان شكر القلب حقيقيا أثمر شكر اللسان. ولا قيمة لشكر اللسان ما لم يتحول إلى عمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر يعني مقام عالي، مقام أهل الله، مقام الصالحين، مقام أولياء الله الذين يحبون الله ويحبهم. والعجب يأتي أو ينبت من تربة النظر إلى أعمالنا نظرة إكبار. لذلك الصالحون من أمتنا يخفون الخير. لذلك مثلا كثير من النوافل يؤديها الناس في بيوتها، في بيوتهم، حتى لا يقع الإنسان فيما يحبط عمله. أيضا من الأمراض الخطيرة مرض الكبر. الكبر تعرفون، واحد في عوامل الكبر، يتكبر الواحد على طاعة الله. الكبر باختصار هو رد العلم بعد العلم، رد العلم بعد العلم به، رد الحق بعد العلم به. المسلم إذا عرف سأل الله أن يوفقه لأن يلتزم، سأل الله أن يوفقه لأن يلتزم. أيضا من أمراض القلوب التحاسد. لما تحسد الناس؟ والحسد ألوان وأنواع. يعني واحد يتمنى أن تزول نعمة زيد من الناس دون أن ينتفع هو، والعياذ بالله، من شدة كراهته يقول فلان غني، أنا أتمنى أن يصبح فقيرا ولو أنا لا أنتفع، والعياذ بالله. يا أخي، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ اتمنى لأخيك
أن يوفقه الله لشكر النعمة، واسأل الله من فضله الذي أعطاه يعطيك، وتسبب. لذلك وضع الإسلام ضوابط إذا احترمناها قل التحاسد بين المسلمين. لما؟ متى يقل التحاسد بين المسلمين؟ إذا كان الثراء ليس هو المهيمن وليس هو العلامة على الخيرية. يعني المسلمون إن شاء الله لا يتحسدون ويتنافسون. ما معنى التنافس؟ يعني طلب تمني الأغلى الأنفس النفيس الغالي المأمور به، مثل ما قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني إذا رأيت إنسانا يعمل الخير قل: يا ربي لو أعطيتني مثل ما أعطيته لصنعت صنيعة، يا ربي لو علمتني مثل ما علمته لنشرت العلم مثله، يا ربي يا ربي. الله يكرمك. يعني أنت تحب أن ترى أخاك يطيع الله فيما آتاه، وتتمنى أن تكون مثله. هذا محمود. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فينفق في الخير، ورجل أتاه الله العلم، أتاه الله القرآن، أتاه الله الخير، فيستخدم ما أوتي في مرضاة الله ونفع خلق الله عز وجل. نعم، ما سمعت؟ نعم، إيه الغبطة؟ نعم، إيه هذا؟ نعم، وهنا التعبير يعني لا حسد إلا في اثنتين، الغبطة، لكن فسر الحسد. يعني إذا ذكر الحسد علمنا أنه رذيلة. إنما الجملة التي جاءت بعده: إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا، يعني أخرجت، أعطت المعنى المحمود لكلمة الحسد. والتعبير هو الاغتبار، الغبطة، هذا بالعكس. هذا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ودائما العاقل في أمور الدنيا ينظر دائما إلى من هو أقل منه، وفي أمور الدين ينظر إلى من هو أعلى منه. يقول: يا ليتني أصلي صلاته، يا ليتني أصوم صيامه، يا ليتني أحج حجه، يا ليتني أتصدق مثله، يا ليتني يا ليتني يا ليتني. أتمنى في الدنيا أبذل جهدك، ليس ممنوعا أن تنمي مالك، ولكن في نهاية الأمر قل: يا ربي أنا بذلت جهدي وهذا الذي حصلته، إذن ما أعطيتني ينفعني. ولو بسط الله، يعني ممكن الله جل جلاله لو يعطيني أكثر مما أعطاني أطغى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله هو اللي يعلم. يعني ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذا لا لا لا. والغنى غنى القلب. إذا كان قلبك غنيا عامرا بنور الموافقة والرضا بما قدر الله، فأنت ومالك الدنيا سواء. إذن القضية قضية قلوب، المشكلة ليست في الخارج. اهتم بإصلاح قلبك تعيش سعيدا. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. هذا هذه هي السعادة. السعادة ابتسامة، سعادة لطف، سعادة خير، سعادة تعمير، سعادة عطاء،
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. شفت التعامل؟ عندما نعرف النفس نعرف كيف نصون صلاحها وكيف نقيها مما يفسدها. ومن العلاجات التي نعالج بها أمراض نفوسنا علاج يسمى الرجاء. الرجاء ما معنى الرجاء؟ يعني تنام لا تمتثل للأمر، لا تعمل خيرا، وإذا قيل لك اعمل الخير تقول أنا أرجو رحمة الله. انت عندك البذر البذور، تترك البذور في بيتك وتقول عندما يأتي وقت الحصاد سأحصد، هل تحصد؟ هل تحصد؟ غير معقول. عندك البذر، تسبب، ابحث عن الأرض، افلح الأرض، ازرع البذر وانتظر الحصاد. نحن عندنا البذر ولا نزرع ونقول نرجو أن نحصد قمحا. هل نحصد قمحا؟ نحصد هواء. مثل هذا كاين مثل عندنا في الجزائر يقول، يعني واحد اللي يعمل عمل ضايع ما عنده ولا، يقول يضرب الريح بهراوة، الهراوة العصا، هز عصا وضرب الريح، مفهوم هذا؟ هل تستطيع أن تضرب الريح؟ الريح لا 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 يهتم بك، لا يعرف هل أنت موجود أم لا. هذا الذي يضيع جهده ويضيع وقته يضرب الريح، لا. واحد إذا كان عطشان والماء أمامه هكذا، أقول أنا أموت ظمأ أنا عطشان، يبسط كفه للماء، أقول أنا زعلان لأن الماء لا يأتي إلى كفي، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هكذا الكسالى من المسلمين، هذه قاعدة تنطبق على المسلمين وعلى غير المسلمين. إذا لا نشتغل، لا نتحرك، لا نعمر ونقول يا رب أعطنا يا رب أعطنا، مطعمنا حرام، ملبسنا حرام، حديثنا حرام، وغذينا بالحرام، أن يستجاب له؟ أن يستجاب له؟ لما؟ إذن الرجاء يبدأ ويتحقق عندما تنخرط في الأسباب. اعمل الأسباب، لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، فإذا قررنا ألا نتخذ الأسباب نعتبر عصاة، عصاة. إذا سلمكم الله، إذا اندلعت النيران والنيران نراها ولا نطفئها، نحن مسؤولون، يجب أن ندفع قدر الحريق بقدر الإطفاء. سيدنا عمر رضي الله عنه، هؤلاء الذين فهموا الإسلام، قالوا كيف أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. تفر من قدر المعصية إلى قدر الطاعة.
والرجاء درجتان، درج رجاء يحول بينك وبين الوقوع في هوية القنوط، لا تقنط من رحمة الله، هذا الرجاء. يعني العاصي كلنا نعصي إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطاء، هذا مكتوب علينا. لكن العيب أين؟ الإصرار. أخطأت يا أخي يكفي، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن العاصي يرجو رحمة الله وتوبته عليه إذا تاب. وفيه رجاء اللي يكون وسيلة لرفع درجاتك وترقية فضائلك. هذا الرجاء لا يحصل عليه إلا الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أولئك يرجون رحمة الله. ما فيه إيمان، ما فيه جهد، ما فيه نشاط، وتقول أنا أرجو رحمة الله؟ هذا موجود نلاحظه، وهذا من عوامل كثير من المشكلات التي نعاني منها في بلادنا. إذا أردنا أن نخرج مما نحن فيه من ضيق فالطريق واضح، أن نعود إلى الصواب، والله جل جلاله يفرح بتوبة التائبين. وآيات الكتاب العزيز وتوجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل كلها كثيرة. يكفي يا إخواني أن نقرأ كتاب الله عز وجل قراءة تدبر وفهم، ناوين الامتثال، وأن نتدبر توجيهات رسولنا عليه الصلاة والسلام. فهذا التدبر والصلة المتجددة بمصدر الحياة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تكفل لنا الحياة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله تعالى أن يستر عيوبنا، أسأله تعالى أن لا يفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. كان أحد الصالحين دائما يدعو الله قائلا: اللهم إنا نسألك أن لا تمتحننا، فإنك إن امتحنتنا فضحتنا. ونسأله تعالى أن أظهر بعض الجميل تفضلا منه وستر كثيرا من القبيح. إخواني، أنا أحمد الله إليكم أنه أكرمنا بهذا اللقاء طيلة هذه الأيام المباركات، وأنعش قلوبنا بالمحبة التي تعبر عنها أنظارنا. ويا لهذه السعادة، هذه السعادة لا تشترى بالفلوس. عشنا أياما حلوة، وقد بدأنا نشعر بأن هذه اللحظات في طريقها إلى أن تترك المكان للحظات أخرى. أتمنى أن يعود كل واحد منا من حيث جاء، يعود إلى حيث كان مملوءا علما نافعا وعزيمة على العمل الصالح. ولا تنسونا من صالح دعواتكم على ظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.